أول ظهور إلي على المسرح كان ببداية التسعينات. مسألة ما كانت سهلة. الرهبة ممكن تشل أحياناً أو تكسر الإنسان، ممكن تمنعه من تحقيق حلم مهما كان صغير. بس بلحظة واحدة، إذا تغلبت على الخوف وإذا واجهت نفسك، ممكن تاخد خطوة وتحقق حلم كنت مفكره مستحيل. 10 مليون ريال سعودي، تعتقد رح تقدر عليهم ولا رح تعيش كل حياتك بالظل